السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم واحد العرض جديد ديال شقق للبيع في مدينة السعيدية، des appartements de luxe à vendre à Saïdia. Finition ممتازة بزاف، 64 متر مربع، جوج الغرف، صالون، حمام ومطبخ. غادي نوريكم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله جوج ديال لي زابارتمون. فخليكم معنا نشوفوا لابارتمون الاولى. دابا هذه لا كويزين ديالها. لي زابارتمون فيهم كويزين امريكان، يعني لا كويزين محلوله على ما عندهاش الباب، محلوله على الصالون اوفر. هذه لا كويزين، واحد لا فينيسيون ممتازه بزاف، حتى الديكوراسيون ديال الدار اولا الصباغه نوعيه ممتازه بزاف، ولي ماتيريال كلهم امبورتي. ما شاء الله هذه لابارتومون. شفنا المطبخ، دابا هذا الصالون، شراج على لافاساد، جايه قريبه على البحر بزاف، 3 دقائق على الرجل فقط، وقريبه ايضا على جميع المرافق سواء كان المتاجر او المسجد او المدرسه والعديد من المرافق الاخرى. عشاق مدينة السعيدية، هذا العرض هذا كيهمكم بدرجة أولى. هنا هي الحمام، طبيعة الحال كما العادة إلا كنتو مهتمين بهذا العرض هذا ديال هاد لي زاباغتومون هادو اللي في السعيدية، مالكم إلا تتصلوا بالرقم اللي كاين أسفل الشاشة أولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينة في حي النعناع، إقامة أيمن، فريد شوسي، مدينة الناظور. هذه الغرفة الأولى، فيها دو ليت سيباغي، جوج ديال الناموسيات مفارقين، وكاين بلازما، حتى هي عندها الشرجم على لافاساد. وهذه لا شومبغ الثانية، ديكوراسيون رائعة، صباغه وحتى لا فينيسيون ممتازه بزاف. الحال من بعد ما غادي نشوفوا المنظر الرائع ديال البحر، غادي ديك الساعات ندوزو نشوفوا لابارتمون الثانيه، لانه كما قلت لكم لي زابارتمون قرابين على البحر، يعني من لابارتمون كيبان لك البحر مباشره، ميم با واحد 3 دقائق على الرجل للبحر. جايين في موقع مزيان بزاف، لا فينيسيون ما غاديش نهضر عليها بزاف لانه كلشي كيبان قدامكم في الفيديو. هذا هو البحر اللي تماك، بطبيعه الحال قريب عليها بزاف. هاد لي فوتو هادو مخودين من نفس العماره، من ديك الشقق، يعني هذا هو البحر قريب عليهم بزاف، 3 دقائق فقط. هنايا الشقه الثانيه نفس الشيء، 64 متر مربع، جوج ديال الغرف، مطبخ، حمام وصالون. حتى نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه اولا تكريوه في مدينه الناظور، الحسيمه، السعيديه، وجده، بركان، مرحبا بكم. اتصلوا بنا بنفس الارقام اللي كاينين في اسفل الشاشه اولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي ذكرنا الموقع ديالها سابقا، وان شاء الله نتكلفوا لكم بالبيع ديال العقار ديالكم بالثمن اللي بغيتو نتوما، بطبيعه الحال يكون ثمن مناسب. كذا كنديروا حتى التقييم ديال العقار ديالكم، الا بغيتو ديروا واحد الشهاده فيها التقييم ديال العقار ديالكم، شهاده بروفيسيونيل ديال التقييم، شحال يقدر يجيب لكم ديك العقار وبشحال تقدروا تبيعوا العقار ديالكم. بطبيعه الحال حتى هي غتصلوا بنفس الرقم. بالنسبه للثمن ديال هاد لي زابارتمون هادو هو 74 مليون سنتيم. الثمن ديال البيع ديال هاد لي زابارتمون 74 مليون سنتيم. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم الدائمه وعلى التعليقات ديالكم والملاحظات ديالكم. نشكركم منين ما كنتو كتبعونا سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن.
كاين ناس كيتبعوني بزاف من عديد من الدول، فرنسا، هولندا، المانيا، بلجيكا، ايطاليا، وحتى الناس اللي كاينين داخل ارض الوطن. كنشكركم بزاف على المشاهدة ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.